شكرا الرائع عمر الخليل على الاداء الجميل والممتع عبر هذا الصباح. التحيه لك والتحيه لكل اللي بيتابعنا عبر صباح الشروق. عودناكم دائما انه نهتم بالجمال والتجميل، اذا كان بشكلنا العام بشكلنا الخارجي ببشرتنا، الجمال موجود جوانا في رضانا وفي محبتنا لنفسنا. لكن مؤخرا عندنا في السودان تحديدا جراحه التجميل وجراحه التجميل اذا كانت لابراز حاجات معينه جماليه انا ممكن اظهرها، او كمان تجميل علاجي اكثر مما يكون هو تجميل في التغيير. الناس عندها قد تكون مفاهيم خاطئه جدا لجراحه التجميل. نحن خصصنا الفقره دي تحديدا مع استشاري هو موجود معانا يجيب على كل التساؤلات، وللنساء تحديدا حواء السودانيه صباح الخير عليكي اللي مهتمه بالجمال. اهلا وسهلا بك ايضا دكتور طلال محمد جريقندي، صباح الخير عليك عبر صباح الشروق. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. نحيي قناه الشروق بهذا الصباح الجميل، ونحيي الشعب السوداني بالاتفاق الاطاري ده، وان شاء الله يكون فيه مصلحه للبلد والبلد تعيش في امن وسلام. ومرحب بكم، وان شاء الله نقدر نفيد المستمعين ونديهم اجابات مفيده عن شغل جراحه التجميل ان شاء الله. ان شاء الله البلد محتاج جراحه تجميل، والله محتاج جراحه تجميل شديد محتاج تجميل شديد شديد والله، محتاجين نصلح ونعدل عشان محتاجين نصلح ونعدل ونرجع ونشيل من حته ونخط في حته دي كلها محتاج لها البلد نتمنى. لكن خلينا دكتور طلال، بما انه احنا بنتكلم عن جراحه التجميل، خلينا نشوف جراحة التجميل ذاتها في السودان وتاريخها متين، يعني نحن وصلنا للمرحلة دي. هي طبعا جراحة التجميل دي من الجراحات القديمة، يعني من قبل الميلاد في واحد هندي أول زول بدأ اسمه شروطة. زمان الهنود كانوا في ناس بيقوموا بيوقعوا عليهم عقوبات بإزالة الأنف، يعني زول يجدعوا أنفه. فهو ده أول إنسان بدأ إنه الحتة المجدوعة دي يحاول يرجعها تاني ويخدها بطريقة بحيث إنها تمسك. الفراعنة برضو عندهم دور شديد حتى في المومياوات اللي عملوها، بيحاولوا يشتغلوا على الأنف والحتات دي. هنا في السودان بدأت من بدري جراحة التجميل، يعني من بداية الاستغلال السودان كان في ناس برفع عبد العال وكده، دي أساتذتنا ربنا يرحمه ويغفر لهم، بدوا شغل في جراحة التجميل، وحتى في شغل بدأ في الحروق وعلاج الحروق بالعسل. بعد ذاك جو بعديهم ناس بروفياجي وأساتذتنا ديل بدوا يشتغلوا شغل جميل جدا في جراحة التجميل. فجراحة التجميل من الجراحات القديمة جدا هنا في السودان يعني، بس لكن ما كانت معروفة أو ما أخذ اللي هو الراو بتاعها ده إلا بعد ما ظهرت اللي هو الطفرة الحديثة بتاعت التكنولوجيا والموبايلات، وبقت هي حاجة دارلين بتاع ميديا، يعني العالم كله بقى يهتم بالشغل بتاع التجميل. لكن يا دكتور طلال، نحن زمان بنعرف جراحة التجميل زول حصل له حادث لا قدر الله، بيقول لك الحتة دي حصل فيها مشكلة حيرقعوها، فلان عنده شفة أرنبية اللي بتحصل بنلقاها دائما بيكونوا مولودين بها، عنده مشكلة خلقية اتولد بها، الحاجات دي كانت جراحة التجميل. فعلا هي جراحة التجميل فيها شقين، فيها شق بتاع الترميم اللي هو ده الشق اللي ذكرتيه دي بتاع الحروق والحاجات الخلقية وفقدان بعض الأنسجة. أيوة. ده شق أساسي فيها، وده الشق الأكبر في وده كان متعارف عليه ده. أيوة. وبعد ذلك في الشق الثاني اللي هو شق التجميل أو الكوزموتيك سيرجري، اللي هو ده الشق بدأ يمكن من بداية الستينات والسبعينات، وشق ما شاء الله ماشي نامي جدا، فيه كمية من العمليات بتاعة التجميل، الشفيط والحقن وشد الوجه وعمليات الثدي، فدي كلها عمليات بقت حسي حاليا متوفرة وموجودة هنا في السودان وبكثرة، يعني كمية من زملائنا بيقدروا يعملوا العمليات دي بجودة عالية جدا. جميل دكتور طلال، بما انه احنا بنتكلم عن عمليات التجميل يبقى معناها حواء هي عندها النصيب والهوس الاكبر بالجمال وفي التغيير للشكل، شنو اللي ممكن يوصل الناس لمرحله انه هم يكونوا مهووسين ومكتشفين؟ حتى انتم بتكونوا في حاجات قد تكون جديده عليكم هي انتم عارفينها، لكن بيجي واحد يقول لك اعمل لي الحاجه الفلانيه. هي دي حقيقه طبعا، يعني يمكن مع انتشار الميديا وانتشار الثقافه بتاعت التجميل في العالم كله، واي انسان مسك موبايل ويخش بيلقى فيه كميه، حتى في بعض المواقع بتهتم بالتجميل زي مواقع انستغرام والمواقع دي، فدي خلى الحوة السودانيه تهتم كثير بموضوع التجميل في السودان هنا، وانتشار برضو انه العمليات دي بدات تعمل في السودان، فبيشوف ان فلانه مشت عملت العمليه بتاع التجميل وما شاء الله النتيجه كويسه، فبيجوا بيسالوا عن عمليات التجميل. واحده من الحاجات الثانيه برضو اللي بتضغط على الناس انه يعملوا عمليه تجميل احيانا اللي هو السودان، ومع تقدم العمر وكده بيحصل تغييرات فيسيولوجيه في الانسان، فهو بكون التغييرات دي بقت ما مقبوله بالنسبه له. برضو سبب اساسي انا شايفه عندنا هنا الرجال، يعني الرجل صراحه بأثر كثير على المراه في عمليه التجميل، مره راجله معلش مشى يتزوج فيها، مشى يتزوج واحده شكلها معين، هي تقول لي في كميه تقول لي انا عايزه ابقى زي شكل الزول واحسن منها. وهل حتبقى يا دكتور؟ والله احنا طبعا في تغير في الشكل البني ادمي مثلا، يعني ولا شنو؟ احنا بنغير في الاشكال الخارجيه، يعني مثلا الانسان عندها كرش معلش للتشبيه، كرش مثلا هي عايزه تتخلص منها، فدي ممكن تتعمل، عايزه نحت للخصر،
يعني زي ما يقول عندها غزاره في الانتاج وسوء في التوزيع، عايز الدهون دي تشيلها من منطقه معينه. انت بتوزع الحاجات دي صحيح؟ نوزع الحته دي في منطقه اخرى عشان تدي شكل اجمل وتدي حاجه جميله. في بعض الاحيان برضو الرجال بياثروا. في قبل كده راجل جمع زوجته وعايز انه يتعمل عمليه لزوجته دي. يا سلام. ايوه عايز انه والله نشيل الحته دي مع كده، ممكن قلت له ممكن، ودي خدتها في الحته دي وفي الحته دي، فممكن يعني. وفي بعض الرجال حتى انصار السنه ونازل بيجوا انه في واحد كده كانت ترسل عنده مواصفات معينه لوحده وداير يتزوجها، لكن هو بيفتكر انه الزوله دي هي عاجباه ويشي، لكن شكلها ما عاجبه، فعندها غزاره في الانتاج وسوء في التوزيع. فحصلت العمليه تحت التوزيع الصحيح. ايوه يبقى معناها الرجال هم المسؤولين امام الدكاتره في انه يستقبلوا الكم الهائل من حواء السودانيه للتغيير في شكلها او في شكل الخارجي من حاجاتها وفي توزيعها الغير سليم. دكتور طلال، ممكن تكون الحاجة دي عندها مشاكل مثلا سايد ديفكت، إنه ما كل زول جسمه قابل لإنه يغير، هل كل بني آدم قادر إنه تعمل له شفط أو تحقن له في مكان مخصص؟ فعلا في مشاكل بتحدث، وبالذات في ناس بسموهم الناس اللي عندهم مخاطر عليا. في ناس اساسا من البدايه بيكون عندهم مخاطر عليا في العمليات دي، وديل اساسا من البدايه بنحاول ما نعمل لهم العمليات دي كلها او نتجنب عملها. الناس اللي عندهم سكري، الناس اللي عندهم ضغط، الناس اللي عندهم سمون سمنه عاليه، الناس اللي بيشربوا سجاير. السجاير دي واحده برضه من المشاكل الكثيره، لانه ده ممكن تاثر على العمليات وبريان الجروح حتى على حقن الدهون. حقن الدهون ده اذا الانسان عنده مخاطر عليا ممكن يتحول الى خراج، او الانسان ملتزم بالحاجات والتعليمات وكده. فحتى عندنا فورمه بنديها للمريض انه دي العمليه ودي مخاطرها، يوقع عليها. ايوه فيها مخاطرها، واي عمليه عندها كونسنت براو، اغرار بتاع عمليه بمخاطره بحاجاته بإجراءه. واحده من عمليات التجميل احنا بنسمع عنها وهسه تكلمنا عنها، قلنا شفط الدهون. الشفط الدهون ده ذاته هل عمليه جراحيه الدكتور انت بتفتح ليها، ولا متطوره اكثر بسبل بسيطه جدا ممكن الواحد يتخلص من الدهون الزايده في الجسم؟ هي طبعا هي فيها كم، فيها زي اثنين او ثلاثه طرق. زمان كان بيعملوا اللي هي شفط الدهون ده باخرام خرم، زي الخرم بيكون زي مساحته 2 ل 3 سنتي، بيتم شفط الدهون بحاجه بالشفاط العادي دي، لكن دي عندها مضاعفات يعني بيكون معاها نزيف عالي. فقاموا الطب اتطور شويه، بقت بيضيفوا بنحقن سوائل مع قبل ما نحقن ونشفط الدهون. حسي الفتره المؤخره بقت في اجهزه، اللي هي الاجهزه دي بتساعد في انها تذوب الدهون بخرم 2 سنتي 2 سنتي، تذوب كل الدهون، وبعد ذاك الدهون دي براها بتجي مارقه او بشفط بسيط جدا الدهون بتجي مارقه. فالعمليه حسي في الفتره الاخيره تطورت شديد، يعني هي كعمليه في نهايه العمليه بيكون في غالبا خرمين. في طرق ثانيه غير جراحيه لاذابه الدهون، في اجهزه بتذوب الدهون وفي حقن بتذوب الدهون، لكن دي ما بتذوب دهون كثيره، ودي بتحتاج على جلسات. يعني ممكن الانسان يستمر جلسات لمده 3-4 شهور هو مواصل في الجلسات بتاعه تذويب الدهون بدون تدخل جراحي. لكن العمليه ممكن مره واحده، العمليه في العمل مره واحده تخلص لنا من تخلص من الدهون دي. الانسان ممكن يعمل كم عمليه حق التجميل يعني ممكن متاحه له؟ بنلقى الممثلات وبنشوف النجوم العالميين فبيقول لك فلان عامله 17 عمليه 15 عمليه 20، والله طبعا ما في رقم معين يعني انليميتد الحكايه، لا الى ما لا نهايه الانسان. طبعا واحده من مشاكل جراحات التجميل انها فيها ادمان، يبقى معنى الواحد ممكن يتغير يعني الانسان بيجي بيعمل عمليه مثلا، في ناس بيجي بطولهم كبيره شديد، نقول لهم يا اخي من البدايه انا ما بقدر اشفط لك اكثر من كميه معينه، دي المرحله الاولى، نجي المرحله الثانيه، نعمل المرحله الاولى، نجي نعمل المرحله الثانيه، بعد ذاك هو بيتقبل شكله الجديد ده وبيتبسط به، بيحتاج لاكثر، يقول لك خلاص انا عايز ذراعات، انا عايز ثدي، انا عايز ساقين، يبقى الحاجات بتتمرحل. أيوة. بعدين الحاجات دي ما رخيصه يا دكتور طلال صح؟ هي طبعا في السودان هنا رخيصه جدا، التجميل عموما ما رخيص، برا العمليات 10,000 دولار، هنا في السودان العمليات ما بتتجاوز لا 2,000 3,000 دولار سي العمليه. يعني انت شايفه دي العمليه الواحده، ما بالك الناس اللي بيجي بيعملوا 3 و4 و5. ادم نحن قبل ذكرنا الرجل هو السبب الاساسي في انه حواء تغير شكلها، نحن بدنا نشوف هل الرجل بيجي العيادة التجميل عشان ما يغيره؟ هل نحن في السودان عندنا الحاجه دي متاحه؟ في رجال بيجوا كثير بيسالوا من عمليه تجميل، بالذات تسدي الرجال. اللي هو طبعا حسي في الوضع الحالي الناس بيقوموا يمشي السباحه ويمشي الجيم، فموضوع التسدي بتاع الرجال ده هو بيعمل مشكله، او زياده صدر الرجل بيعمل له مشكله، فتتعمل له عمليه تجميل. في بعض الرجال برضه بيشتكوا من الكرش، انه هو عنده كرش وكده. وفي برضه مره راجل جمعه ومرته، انا بتعاين للمره قالت لي لا ما انا عاين للراجل ده الكرش دي هي جايبه. ايوه الحمد لله امور مشت كويسه، عمل له عمل. فبرضه يعني معظم اسباب العمليات اللي بتجي للرجال هي التسدي والكرش. في بعض الرجال برضه بيجوا للشعر، انه دايرين حاجات معينه عشان
يصلح الشعر بتاعه والشعر بتاعه بيكون افضل وكده. فدي الحاجات الاساسيه الكبيره اللي بيجيبها الرجال للتدريب. مستر طلال، نحن من الناس اللي بيحب، كل زول طبعا بيحب الجمال، وكل زول عنده رؤيه معينه لشكله الجمالي، لكن خلينا نشوف الحاجه دي اذا بقت معها ثقافه ومعرفه وعلم اكثر. يعني مثلا واحده تجيب لك صوره بتاعت ممثله عالميه او صوره فلانه تقول لك انا عايزه ابقى نفس الشكل ده، هل هي فعلا ممكن تبقى نفس الشكل ونفس الطريقه؟ هل نفس الممكن يكون عند فلانه دي هي جسمها قابل لانه يكون زيها، ولا المحتاج ده محتاج منكم مجهود انكم توروا الناس؟ ابدا، لا يمكن، لا يمكن شخص يبقى زي شخص، لا يمكن. لا يمكن. اي شخص عنده طريقته المعينه وبصمته المعينه اللي بتختلف تماما عن الشخص الثاني، واحنا بتحصل لي في العياده. يعني واحدين بيجي بيقول لي يا اخي انا داير ابقى زي الصوره دي تعملت لها عمليه، او تجي تقول لي هندي فلانه دي تعملت لها عمليه داير ابقى زيها. فاي انسان طبيعه شكله وحاجاته بتختلف تماما، فما في شخص بيبقى زي الشخص الثاني نهائي. ويمكن دي حاجه من الحاجات الكويسه شديد، انه الجمال بيعتمد على التنوع. لو كل الناس بيبقوا شكل واحد بيبقى الجمال انتفى. صحيح. الجمال لازم الانسان، صحيح، الناس يكونوا متنوعين عشان يكونوا، عشان الانسان يحس بالتيس والاختبار بتاع ده يختلف عن ده، يحس الجمال بتاع الاشياء. والجمال مقاييس ومعاييره مختلفه دكتور طلال، وكل انسان اذا هو رضا بجماله الطبيعي وبحاجاته، التدخلات الجراحيه ممكن تكون في الحاجات المستعصيه اللي ممكن تساعدك كحاجه علاجيه اكثر من انها تكون تجميليه بالشكل المختلف. فعلا هو فعلا الجمال في النهايه جمال الروح، يعني الانسان جمال. بجد الحكايه دي ما كلام ساي، لانه انت مهما تعمل طالما دكتور طلال او شكله لانه بالدولارات قال الكلام ده، يبقى معناه اسمع الكلام ده مهم. لانه مهما شكل البيت بيجت وشكلها بيجا سمح، بعد شويه حتى لو الرجل يعني هو حيتعود على الشكل الجديد ده. صحيح. مهما شكل حيتعود على الشكل الجديد ده، فلو ما بقى في روح بين الناس وموده والفه، دي حاجه مهمه شديد. لكن زي ما قلت لك يعني ممكن كميه من الناس بيجوا احيانا بيكون مشكله نفسيه اكثر. يعني مثلا في زول بيجي مرات مغطي يده كده لانه حاسس انه الناس بيعايروا له في انفه. فزي دي المره واحده عملنا لها عمليه، اول ما انا جاني ثاني مره جاني خدت يده وكده، فحسيت انه دي العمليه نجحت، لانه الزول ده كان خدت يده في انفه كده كل ما يجي المقابله. اول ما جاء بعد العمليه جاء قاعد معي كده. نفسيا الموضوع ده كان عامل له ازعاج، ما قادر يتواصل مع الناس، ما قادر يعيش حياته، ما قادر في بعض حتى واجه المجتمع بطريقه واجه. ايوه. فبرضه بعض السيدات بيكون عندهم مشكله انه ما قاعدين يواجهوا، او مثلا نسيبتها بتتريق عليها بتتنمر عليها. لا لا يا جماعه، بعيدا عن التنمر عشان الناس ما تمشي تغير شكلها. عندي دكتور طلال جريجندي، خلينا اي زول ممكن يرضى بحاجاته ويظهر جمالياته، لكن بس سؤال اخير انا حاختم بعده، هل الشكل اللي انت شلته وحقنته وظبطته ورجعته زي ما انت بتقول ممكن يرجع تاني من جديد؟ الزول يرجع لطبيعته الكارة؟ واحدة من الحاجات المهمة ان الحكاية ما بتنتهي بالعملية فقط، في متابعات اهم من العملية ما بعد العملية، فالحكاية دي بتبقى بعد اسلوب حياة. اذا الانسان داير يمشي في طريق الجمال لازم يغير اسلوب حياته. صحيح. للحتة دي هي مثلا ما زي عملية الزايدة، شلنا الزايدة وخلاص الزول بقى كويس وثاني ما في حاجة ابدا. الموضوع ده لازم انت تغير اسلوب حياتك، وفي احزمة وفي تمارين وفي تغذية عشان تقدر تحافظ وتمشي للاحسن. اذا انت اهملتها بعد كم سنة ممكن تتوقع انه حياتك كلها ترجع. والله احنا نتمنى انه كل زول يكون شكله اللي خلقه به ربنا، هو راضي به، هو الجمال مطلوب وابراز الجمال في الاشياء البسيطه. انا حتوعدني انك تكون معي مرارا وتكرارا، انا حابه اعرف اكثر عن عمليات التجميل والتجميل في السودان عشان نطمن كل المشاهدين وكل انسان عايز يكون بشكله الجميل. شكرا جزيلا لك، كلمه اخيره ممكن تقول الناس؟ والله نشكركم ونشكر المواطنين، وان شاء الله انا يعني كلمه اخيره بقول انه المواطنين ديل او السيدات او الرجال دائما يمشي يسالوا اصحاب الخبره. يعني واحده من المشاكل الكثيره انه الناس بيمشوا احيانا لبعض الناس اللي بيكونوا ما مؤهلين وما عندهم شهادات، وبتحصل مشاكل في الفيلر وفي البطن. فاتمنى انه الناس يعني دائما الحاجات دي هي جراحات التجميل، دي من الجراحات الامنه ولكن ليست بدون مضاعفات. ان شاء الله. شكرا جزيلا لك دكتور طلال جريجندي، استشاري جراحه التجميل، شاكرين لوجودك معنا اليوم، وشكرا لكل الناس اللي تابعتنا من خلال فقره الجمال. نلتقيكم ان شاء الله في فقره ثانيه من خلال صباحات الشروق بعد قليل.